طيب، السلام عليكم. طيب، اللي حشاركه معكم اليوم عبارة عن دراسات قمت فيها بالسابق وربطتها مع بعض الأعمال اللي أنا أعمل عليها مؤخرا، وسميتها بمسمى استقصاءات لسمات عمرانية. لكن قبل أن أبدأ، يعني فعلا حبيت أني أشكر فريق العمل أركينت وأحييهم على يعني هذا الترتيب والتنسيق، يعني مع ظل الظروف اللي بنمر فيها استطاعوا أن يجمعوا يعني ما شاء الله قامات من العالم العربي. وأنا أعرف أن الآن يعني ممكن الوقت متأخر في المنطقة عندي، لكن يعني في ناس يمكن دخل عليهم المساء لسه الآن في مناطق مثل تونس والمغرب، فيعني حبيت أن أحييكم على هذا العمل، الأخ محمد، بدر، والجميع، يعني بارك الله فيكم. طيب، نستهل الحديث وندخل بإذن الله في بعض من الأعمال. يعني هذه كانت بداية دراساتي من لما كنت في جامعة سيركيوز، كانت يعني تنظر على في تمدن المدن في المملكة. فيعني نمت مدن المملكة الرئيسية في ما بعد العام 1934، وبمزامنة مع التطور ونمو اقتصاد البترولي، كان يعني يعود ذلك لأحد الأسباب الأساسية، واللي هو يعني البحث عن فرص العمل والبحث عن الخدمات اللي تقدمها الحكومة وسبل الحياة معيشية أفضل. فكانت في يعني نوعا ما من نموذج وباترن الهجرة إلى هذه المدن الرئيسية. ومع الوقت يعني هذا النمط من الهجرة لم يقف، يعني أصبحت أنماط الهجرة مستمرة، فمن هجر إلى مدن رئيسية، بالتالي أصبح أيضا في هجر من المدن الرئيسية بعضها لبعض، ومن المدن الثانوية للمدن الرئيسية. إلا أن يعني تسارع النمو والازدهار العقاري وزيادة الإقبال على المدن والاحتياج ل يعني فرص وسبل للمعيشة من وحدات سكنية وبنى تحتية وغيرها، يعني أثر على المدن الرئيسية، ويعني فعلا وضعها محل الاختبار، وخاصة في مدن المملكة وبالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى وبعض المدن الخليجية. كان هناك نمط للتطور العمراني مختلف في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. يعني حأخذكم في نوعا ما رحلة خلال هذه المدن الرئيسية، ونبدأ بالرياض. أتكلم في الرياض أنه يعني نمت الرياض نوعا ما من عام 1900 بشكل يعني تمدن أو نمو نحو الشمال باتجاه مطار الملك خالد، ونشوف هنا مع آخر يعني خريطة على اليمين كيف أصبح التمدن هذا وصل إلى منطقة المطار في شمال وشرق المدينة. لكن يعني الجدير بالذكر بأن هذا التمدن فعلا أرهق المدينة، وأصبحت المدينة يعني لا تستطيع أن تقدم وأن تلبي الاحتياج. احنا نقول كيف أن كان في نمو من الهجر إلى النمو إلى المدن الرئيسية، وكيف أنه كان في نوعا ما هجرة أيضا من المدن الرئيسية بعضها لبعض، أو من المدن الثانوية إلى المدن الرئيسية ومن القرى. فهذا النمو وهجرة استمرت على مدى الزمن. وهنا نشوف المقارنة بين ثلاث مدن الرئيسية في المملكة، جدة والرياض والدمام، بالمقارنة مع مدن عالمية أخرى، سواء من المدن العربية أو من مدن الخليج ومدن عالمية أخرى، وكيف أن ثلاث مدن رئيسية، جدة والرياض والدمام، رقعتها كمدينة كانت أكبر من مدن أخرى عالمية. ولذلك يعني كان في نمط للتمدن والازدهار العمراني مختلف في مدن المملكة عن غيرها من المدن، فكانت الكثافة نوعا ما أقل بالمقارنة، أما رقعة البناء فكانت أكثر.
وأخذتكم معي على الرياض، وكيف أن الرياض كان فيها تمدن نحو الشمال والشرق باتجاه منطقة مطار الملك خالد. وهنا يعني حبيت أن يعني أعطيكم يعني واحدة من a piece of information، يعني أن هذا التمدد العمراني فعلا أرهق المدينة وأرهق مواردها، وأصبح يعني أصبح يعني هذا المتطلب اللي في ازدياد يعني المدينة غير قابلة أن تعطيه. فالمناطق اللي في أطراف المدينة سواء شمالها أو شرقها الآن يعني تحتاج إلى بنية تحتية من أجل أنها يعني تلبي احتياجات مثل العيش من الإسكان أو التنقل أو غيرها. وكان سبب منه رئيسي اللي هو البناء بتايبولوجيز شجعت على ذلك. فيعني احنا نشوف الأحياء السكنية يعني نمت بطريقة ذات كثافة متدنية وبوحدات ونماذج سكنية كانت تشجع لذلك، فالسنجل ديتاتشد هوم كان واحدة من هذه الأسباب. أنا بديت أكون مؤخراً، هذا طبعاً كان بعض من أعمال دراساتي السابقة، مؤخراً أصبح لي اهتمام في أواسط المدن، وأن يعني أواسط المدن مع هذا الازدياد والطلب المتزايد أصبحت لا تقدم ولا تتماشى مع الاحتياجات المعيشية اللي يبحث عنها ذوي الدخل المتوسط أو ذوي الدخل العالي، وغير قادرة على تحمل أمور لا علاقة بمثلاً الازدحام المروري والكثافة المرورية. فهذه منطقة وسط الرياض ونشوف فيها يعني بعض الحلول المؤخرة اللي ساعدت على تنظيم الحركة المرورية والتعامل مع هذه البنية التحتية اللي تبقت. هذا عمل فني لبرنامج يوتيوبي محلي، وحاول أن يرسم هذا العمل الوضع الراهن لحالة المدينة. فمن نماذج يعني أنا حتى أعجبني عنوانه أيها الفن من رأك، وهو لمسامير. فحاول يعني هذه الحلقة يعني كانوا يحاولوا منها يعني رسم لي النماذج السكنية العقارية ذات الشبه الواحد اللي يعني أصبحت مملة وانتشرت في كثير من المدن الرئيسية في المملكة وخاصة منطقة الرياض. فهذا من جانب، ومن جانب آخر احنا بنشوف هنا مسامير اللوحات الإعلانية اللي غير منتظمة، ونشوف أيضا الأشجار اللي نوعا ما اصطفت نوعا ما بطريقة حجبت معالم المدينة، أو الغابة الإسمنتية من الحواجز اللي يعني حاولت أن تتعامل مع الطرق في منطقة وسط الرياض بسبب يعني حلول النقل العام اللي قادمة للمنطقة، أو بسبب يعني محاولة التخفيف على الطرق والازدحام المروري بها. فهذه الرياض كما هي عليه اليوم، وهذا يعني أنا اليوم أستطيع أن يعني ألقب الرياض اللي سميت بالرياض بسبب تضاريسها وجغرافيتها اللي كانت فريدة، بأنها اليوم أصبحت الرياض ذات المستوى الواحد the flat city. وهذا كان بسبب يعني نمط التمدد العمراني اللي تكلمت عنه في السابق، اللي يعني فعلا جعل من معالم الرياض يعني نوعا ما أصبح فيها الأحياء تشبه بعضها البعض. فوصلت إلى هذه المهمة اللي يعني أنا أتكلم عن بعض التجارب اللي مرت فيها على مدى سنوات، وأحاول أن أشارككم بعضها اليوم، استقصاءات لسمات عمرانية. وأستخدم كلمة استقصاءات تحديداً لأني أحس بأن هذه الكلمة واشتقاقها من كلمات ممكن أن تكون ذات حدين. فمن جهة
يعني استقصى الأمر، أي يعني تقصاه وبحث عنه، وإن استخدمت وقلت قصي عنه فبعد. وأنا يعني تحديداً حاولت أن لا أبتعد عن واقع نعيشه في مدننا حالياً، من خلال العودة للماضي وإيجاد عنوان يعني يحكي الحاضر، أو يستخدم وسم يصنع منه حكاية للمدينة. وعلى اليمين هنا تجربة لميناء السلام بدبي، واللي تحكي رواية الميناء القديم بطريقة يعيش فيها يعني الزائر القادم لهذا المكان، بأنه يأخذ قارب ويعني يمر برحلة حول مدينة تراثية مكونة من مجمع تجاري وفنادق، أخذ طابعها من ما هو قديم من براجيل وعشش وغيرها، لصنع يعني تجربة سياحية فريدة من نوعها. فهذا العمل هو اللي يعني أعتقد اللي بني على النمط الاستهلاكي، ويحاول أن يعني يشجع الزيارة المدينة، وهو يعني واقع نعيشه اليوم. فأعود بكم للتوجه اللي أنا متجه فيه بالبحث في أواسط المدن عن طابع أو سمة عمرانية، وحاخذكم معي في تجربة مريت فيها في جدة تحديدا. قد تكلمت عن هذا الموضوع في مؤتمر سابق، بس حسيت يعني مع المساء وكذا نهاية اليوم حلو أني أعطيكم جانب من هذه القصة. فقبل كم سنة دعيت لمشاركة بمؤتمر في جدة للتحدث عن مشاريع تنموية كانت قادمة للمنطقة، وفي بعض من المناطق اللي يعني ضعفت بنيتها التحتية وقدمت مع الزمن، وكانت من بينها منطقة الرويس. كان مقترح لهذه المنطقة الرويس مشروع للتطوير العمراني، وأتى بفكر سنترال بروميناد، ويعني بمباني تحاكي التوزيع العشوائي أورثوغونال سيتي، وكانت بمباني نوعا ما أخذت هذا الشكل أو هذا النمط، وبأفنية من الداخل. وكانت أيضا يعني تعد بتوفير ساحات عامة ومباني ذات رمزية وبنى تحتية مطورة وخدمات للنقل العام وغيرها. يعني بعد قبل ما أنا أزور المؤتمر يعني قلت أقرأ عن هذا المكان أكثر، فقرأت عنه وعن المشروع اللي كان مقترح، وقلت من الأفضل أني أزور المكان بنفسي، إلا أني يعني وردني بعض الخوف، سمعت عن بعض الجرائم في المنطقة وعن بعض المخالفات، فكنت شوية خايف. فطلعت للمكان وأخذت معايا واحد من طلابي هذاك الوقت، كان المعماري محمد بافيل الله يحفظه، ونزلنا على الرويس. هذا كانت أول مناظر اللي أشوفها، واحد مار السيارة ومشغل توباك، يعني استهلينا الموضوع. مشينا شوية قدام وبعدين شفنا على الجرافيتي مكتوب يعني عدة كلمات، وكانت من بينها الكيماوي كيمو، فأضحك معاه وأقول إن شاء الله ما يطلع لنا هذا الكيماوي كيمو. ونمشي شوية كمان وأشوف مجموعة بيلعبوا كورة، وأسمع واحد بينادي كيمو كيمو، فقلت طلع كيمو لا، وطلع كيمو هو هذا الطفل الصغير اللي لا يتعدى عمره 12 سنة، وكانوا بيلعبوا كورة ويعني كانوا مستمتعين بهذا المكان، وشاركتهم الكورة شوية وبعدين كملت مشواري في محاولة التعرف على المكان. وجدت بأن المنطقة نوعا ما متعددة السمات، ويعني حملت مع بين جرباتها يعني ثقافات عديدة، فكانت في بقالة هندية، بقالة اندونيسية،
مغسلة مصرية، صالون أديس أبابا، وملحمة كان يشرف عليها واحد سوري. فيعني هذا الجانب وجدت أنه ممكن أنه يحتفل به ويحتفى به المالتي كالتشرال كذا باكراوندز اللي كانت موجودة في المكان. وأيضا مشينا كمان وشفت هذه الزاوية لدكة أو جلسة مقتصة من زاوية مبنى، وكانت يعني أخذت، أنا أسمي الدكة هذه دكة الانتماء، أنها كانت على زاوية وأخذت هذه العلامات الوطنية والعالم. وعجبني فيها أنها أتاحت نفسها للعامة والمارة بالمكان، مع أن اللي جالسين فيه عليها يعني مو مبين أنهم سعوديين، لكن يعني فعلا أصبحت مكان يعني يستخدم من العام. وبدأت بإجراءات كذا أني أبتدي أقتطف بعض الزوايا هذه اللي تعتبر مميزة من مكان انفورمال قد تكون فيه مخالفات وعدم التزام مع ضبط البناء، لكن ممكن أن تتعلم منه الكثير، يعني في أنك توفر مساحات عمرانية نوعا ما مختلفة تغير من هوية ونمط المدينة. فتحركنا شوية زيادة كمان وشفنا دكة ثانية، المرة هذه أمام بقالة، وكانت الدكة أخذت يعني مساحة موقف سيارة وواجهت البقالة، فأيضا أخذت نمط ثاني اللي هي بارك سلاش دكة. هذا أحد المباني اللي شفت يعني تعلمت أيضا منه الكثير، يعني جاء بنوعا ما ظروف معمارية مختلفة. يعني إحنا نعرف عندنا انتشر نمط الارتداد ما بين مبنى والآخر، لكن في هذه المساحة الارتداد أصبح درج يأخذك لدور ثاني، وممكن تكون وحدة تماما سكنية مختلفة منفصلة، وكيف أنه هذا على المستوى الثاني، وكيف أنه على المستوى الثالث محتاج الدرج، فطلع يعني كانتليبر على فوق الدرج، وأصبحت هذه المساحة اللي تتعامل مع الحركة ودخل الإضاءة ودخل التهوية نوعا ما. فطلعنا بأيضا النمط الثالث من هذا المكان. وأخيرا هذه مساحة أخرى، طبعا يعني في جدة معروف تشجيعهم وحماسهم لبعض الأندية اللي هناك، فهذا يعني واضح أنه كان كافيه يشجع نادي الاتحاد، وفي الوجه الآخر لجدة مع نادي الأهلي. ف يعني حماسية هذا المكان في لتشجيع نادي، وكيف يعني اقتطع هذه المساحة كمان من وسط الطريق بتوفير دكة وجلسة أمام الكافيه، وكيف يعني نسق المكان وعمل ديكوريشنز له يعني في تشجيع نادي الاتحاد. فطلعنا بأيضا نمط آخر. ورجعت لي يعني هذا المشروع وبعض يعني كنت أذكر أني يعني تغطية على العربية اللي كان فيها يتكلم واحد وقال الكلمة. وإذا رغبوا بالتطوير فإحنا نطور بأنفسنا، ما عندنا مشكلة. فكان يعني هذا أحد المواطنين في على العربية عملوا معاه مقابلة لنفس المكان ولنفس المشروع هذا اللي كان قادم، وكان عنده رغبة المشاركة في صنع القرار أو في آلية التغيير وآلية التطوير. وأرى أن هذه يعني تحسب من الأشياء اللي مهمة للمنطقة. فعدت ثاني يوم للمؤتمر، بديت أتكلم عن بعض هذه الزوايا. فعليا كنت والله محضر تماما يعني عرض مختلف، واكتفيت بأني أعرض بعض الصور اللي عرضت جزء منها عليكم اليوم، ويعني رأيت ناتج. يعني كان الأخ هادي الخطيب اللي تواصل معي وبعدين كتب مقال يعني ذكر أهمية المشاركة المجتمعية مع أهل المنطقة وفتح فرص
تطوير البنية التحتية. وجدت أيضا أنه عجبته قصة الكيميكال كيمو، ف يعني استهل مقالته فيها. يعني كيمو هذا يعني ممكن أصبح محل، ممكن يعني أتلقى منه الوحي مرات للتصميم، فمريت مرة على هذه الحكمة وتذكرته يعني مرة، اللي ترجمتها أنه المدينة هي المكان الذي به طفل حيثما مشى قد يرى شيئا يوحي له ما يريد عمله طوال حياته. ففعليا يعني كل شيء ممكن أن نوفره اليوم في ضمن المدينة هو المفروض أن يكون لهذا الجيل، وأن يحفز يعني ما يريد أن يعمله هذا الجيل في حياته اليوم. ويعني ما ودنا نكون بعيدين عن صنع هذا الشيء أو تلك التجربة، سواء يعني كيمو كانت هوايته يلعب الكرة أو شيء ثاني. فمن المهم أن نوفر مثل هذه الفرص. أخذكم معي على الدمام، وتحديدا في منطقة الخبر. وسط منطقة الخبر وتحديدا المناطق اللي قريبة من الواجهة البحرية، نشأت بطابع عمراني مختلف عن قرائنها من المدن الأخرى في المملكة وحتى مناطق أخرى، وخاصة يعني أواسط المدن أو المناطق القديمة. فأبرزت يعني هذا الجزء هو جزء الخبر الشمالية، برزت يعني برز هذا الجزء بطابعه التجاري. وأنا أعرف أن الدكتور عاطف الشهري ولولو المانع يعني عملوا دراسة وتحدثوا عن الخبر ككمباني تاون وكيف نشأت، وأنصحكم بالرجوع لهم عرضهم عنه. لكن تحديدا يعني هنا شارع الملك خالد كان وما زال وجهة تجارية، ونمى هذا الشارع تدريجيا عبر تقريبا 5 عقود من الزمن، إلا أنه يعني مع الوقت هذا الشارع يعني أصبح فيه نوع ما من بعض من الفتور التجاري. ويعود هذا الشيء لكثير من المؤثرات، لكن يعني كلوز تيستمنت، يعني أنا أشوفها كلوز تيستمنت لمقاله روبرت فنشوري ودينيس كابران عن لس إزبور، وكيف المدينة يعني أو هذا الشارع تحديدا من عام 1980-1990 كان بطابع معين وكان مقصد، وكيف مع الزمن أصبح فيه هذا الركود والفتور. فيعني أخذت ببساطة كلمة تذكرتها لتوم مين وأشارككم بها، أن the practice of architecture كمسؤولية وعمل إحنا نقوم فيه، which has traditionally been aligned with the permanence and stability, must change to accommodate and take advantage of the rapid changes and increased complexities of contemporary reality. فمن الضروري أن لما نعود لشارع مثل شارع الملك خالد ونحاول نحيه، أن تكون عندنا نظرة واسعة على المؤثرات اللي أثرت على هذا الشارع، سواء من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وكيف ممكن أن نعيد إحياءه. مدننا وكمدن أخرى عالمية تأثرت بالنموذج الاستهلاكي، وأصبح يعني التسوق مرتبط بتفاعلنا مع المدينة، وهذا واقع لابد أن نعيشه. هذا النموذج النمط الاستهلاكي لا يتفاعل مع كل الشرائح في المدينة، وغالبا ما يستقطب ذوي الدخل العالي أو المتوسط. فيسار الصورة هنا هو أحد المجمعات اللي recently يعني open في الواجهة البحرية المحاذية لمنطقة الخبر الشمالي. أما يمين الصورة فهي أيضا للواجهة البحرية أو المحاذية للخبر، أما ولكنها لمنطقة الخبر الجنوبية. وهناك يعني في مفارقة بين مستخدمي المنطقتين ومن يزور المنطقتين، ومع أن المسافة بينهم ليست يعني كبيرة. وأتذكر يعني أيضا إحدى المقولات لجون ماكمورو
أن يقول فيها يعني أنه issues of economic improvement, attraction of constituents and the stabilization of ambience disappeared from the city after the emergence of the suburbs. فالاستقرار الاقتصادي وفكرة الاستقطاب أو توازن المنطقة اللي يعني كانت في المدينة بدأت تختفي مع فكرة النمو على أطراف المدينة, وأنه مؤخراً was rediscovered itself or themselves inherent in the potential of shopping. أن مؤخراً أصبح التسوق هو اللي ما يجلب هذه السمات للمنطقة. فكمحاولات لأن البعد عن التسوق وآثاره, ما زلت في استطلاع للبحث عن مدخلات على المدينة تحفز أنماط مختلفة. وهنا تحديدا يعني هذه المنطقة اللي هي الواجهة البحرية, ونشوف المجمع اللي ذكرته قبل شوية in the background, وكيف أنه المنطقة هذه أصبحت لمرتادية الصيد في المنطقة. وخرجت بأحد المدخلات the fishing pot. فإحنا حتكلم هنا عن the cricket lot, هذه أحد الساحات اللي في المساجد وتحولت إلى رياضة الكريكت. هنا جانب آخر لساحة مواقف لمدرسة, وكيف أن هذه المدرسة تحولت إلى مكان يرتاده الساكنين في المنطقة, وكيف تفعلت يعني ممكن أنها تفعل كبارك سبيس, فأخذت هذه كنمط آخر. المناطق المهجورة في أو المناطق الأخرى, هذه المنطقة اسمها صبيخة, وأنا كنت أشوف أسمع وائل يتكلم عن جغرافية الصبخة, وسميت هذه المنطقة على هذا الاسم صبيخة, كمنطقة مصغرة وكانت فيها صبخة صغيرة. طبعا أصبحت هي الواجهة البحرية وهي وجهة التمدن, وكيف أن المنطقة هذه اللي تحت الجسر أصبحت عبارة عن مركز تجمع ولقاء لفئة ذوي الدخل المحدود, وكيف الواجهات أو واجهات المحلات التجارية أصبحت مكان للنقاش والحوار والإكسشينج. وكمنطقة أخيرة ممكن نقف هنا, اللي هي الشجرة اللي يعني مضت فترة من الزمن وأصبحت يعني هي مكان أيضا يرتاده الناس. وفي منطقة يعني هذه ممكن تتحول إلى أنها تكون كانوبي بلازا. وأخيرا هذه الزاوية اللي هي تحسب, يعني أنا أذكر زرتها مع أحد طلابي وأطلق عليها مسمى تايمز سكوير, كون أنها تشبه التايمز سكوير, وهي يعني لها سمة نوعا ما منفردة ومختلفة, وأصبح يزورها يعني طبعا مرتادي المنطقة وتحديدا من ذوي الدخل المحدود. وهذه الزاوية أخرى لها. فخرجت يعني بتاكسونومي أو تصنيف لأربن انترفنشنز, والهدف من هذا التاكسونومي هو تفعيل المساحات المهجورة في مناطق مثل المواقف أو تقاطعات سيارات أو سيت باكس أو زوايا لمباني, the water edge, under the bridge, the pathways ولا under the tree. فهذه كلها يعني مساحات ما هي مفعلة بشكل فعال, وكيف ممكن ربطها مع بعض الانترفنشنز هذه اللي هي تحسب كتيبولوجيز, ممكن إدخالها لتحفيز المكان والتعامل معه والتفاعل معه كمساحة عامة تحفز الهوايات والإكسشينج وغيره. حبيت اسمح لي اني اخذت هذه الدقيقه بس عشان اوصل لي يعني الاستنتاج. شكرا لك على المحاضره الشيقه, يعطيكم العافيه يا رب, وان شاء الله نستكمل الان المحاضره القادمه. شكرا.